التستر التجاري ينهش في اقتصاد بلدنا ويضيع الفرص على أبنائنا. هذا ما قاله معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ومتى قاله؟ العام الماضي. أما اليوم وفي عامنا الجديد، سرطان التستر التجاري يعيش ساعته الأخيرة بفضل جهود رجال التجارة. ليش التستر التجاري تشوفونه سرطان؟ بلا شك سرطان، أقولها من واقع خبرة ومن واقع تجارب. تبين هناك تحويلات خارجية لغير السعودي بأرقام عالية جدا. تحويلات الأجانب في السعودية خلال عام 2011 بلغت 153 مليارا و900 مليون ريال، 153 مليارا و900 مليون ريال لا يمكن أن تكون محض رواتب فقط، بل منها مليارات تعيش في دهاليز الاقتصاد الخفية بأكثر من 300 مليار ريال تتبخر سنويا بسبب التستر التجاري. لكن لحسن الحظ آن الأوان أن ينتهي كل هذا بفضل جهود رجال التجارة. ترد للوزارة، وزارة التجارة، آلاف البلاغات سنويا متضررين من التستر التجاري. الشباب السعودي كان يعاني؟ نعم، يعاني من منافسة غير عادل. كثير من السعوديين، من المواطنين، خرج من السوق بسبب التستر. لكن ليس بعد الآن، بفضل جهود الفرق التفتيشية التي توصل الليل بالنهار، تراها في كل مكان، ليس في العاصمة فحسب، بل حتى في المناطق المترامية الأطراف. ولكن ماذا عن رمضان؟ وماذا عن تجار الظل الذين يظنون أن كل الجهود ستتوقف في الشهر المبارك؟ هل في رمضان راح توقفون؟ بل أعمال رقابية من الآن وبعد رمضان ستزيد الأعمال الرقابية، حيث أن البرنامج الوطني اعتمد آلية للتضييق على التستر من خلال 20 جهة حكومية تقوم بالتضييق وبإجراءات لكشف التستر من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال تحليل البيانات، ومن خلال تحليل المعلومات. كل هذه الجهود من أجل مكافحة بقايا سرطان الاقتصاد، هو يعيش ساعاته الأخيرة بفضل همة رجال التجارة. الإخبارية عاصم رشودي من العاصمة الرياضية.